إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد المفردات وأنا أرى أن أريدي كتشري حوارات كيسة حضاها أي نصومرني قيبت أمو وحدة الشناد العرض صوبانديك أريدة أولا صوروري انظر أيك واستمع لغيسو وأعد كعليو أدنى مركة أخرى لحم وهلب دجاج ودقاقة سمك وكلونك أرز وبريسك سلطة وسلرك فاكهة وخضرتك لدوان سموسك لينت عنبها يوحى عمل مدكة 100 كيل بقول كيلو شاي شاي وشاهي لعبي قهوة وبنك ماء وبيها تمر وتمرت حليب وعانها طعام نوه راشنك شراب نوه العبودن ضيوف ومرتي مائدة وميسك عنطبة جوعان مدقا جويسان وجبة وحل عنطبة لعنا لوجبة أما عشها نقطة أما غداها نقطة أما قراها نقطة فطور وقراعة غداء وغددة عشاء وعشاء يأكل وعنيا يشرب وعبيا يضرب ودونيا وزن وميزانك قفك أما الشيء كستول الميزامي كثير وحفر بضن قليل وحير نحيف مدروبا سمين مدهل بضن أما شرس أما يعني هلبوي عيري يعني أريد أسأل إنه وجود شري هذا تدريب بالغ السمين يا أريد التدريب الأول ككواد وحوي اكتب واحد قرطا رقم واحد نمبر واحد كقر على الطعام انتظر نمبر واحد كقر ورقم انتنين واحد كقرتا نمبر كاللبا على الشراب صورتها هالكا كقرا عنتوين كأ وحي عنتانا يلا عنانا نمبر واحد كقر اما رقم واحد وحي لعبنا رقم انتنين كقر لمبر لبا كقر التدريب الثاني سل بين الكلمتين المتضادتين واحد اسكحر لا أو حريق إسكو قارسيسا لبدا إري إسكو سهور تشيدي معنه إسكو هور تشيدو نحيف هل كاسو كوري قفلوبا حقا كالو دالك وانمبر واحد وامو رقم واحد دالك لو حريا سمينة مدع عييري أما شلس وها كوحيقا اتنين وقليل وحير وها مركا لو حريا كسهور تشيدا هل كالف بقريا كثيرة أي حريق لا يسقون حريا ينامو أو صدح أه وهلا جوحر يستيقظ أو يسقون بعض أه أو يعني هو صوته صياح نعم وهاد كقرطاء ورمبر كأفر معاك سهور شيء ذا جيم هالك كقرن تلاء رياضة مع أنه يسكت سهور شيء ذا يسكب حريق يسقون مفردات إضافية هالك نوع رياضة يرى هذا هلا جوسو كرنيو aan inoogu jirin xaqi ee muuha erayadeenu soo marnay hore ee ku jiray xawaarada kuma jiraan al-ard waa soo bandhig erayada la sala soo bandhigaya undur ee wastamic dhageyso waacid ku cali al-ula waa ta koobaad al-thaniyatu waa ta labaad al-thalithatu waa ta saddexaad al-rabi'atu waa ta afraad al-khamisatu waa ta shanaad hadaba waxa dabeedna laga sameeyay muxuu laylis atadrib awal laylis ka koobad ratib al-aadad isku habeeyo isku hagaaji tirooyinka oo waxa la qoray maxay al-ula halkaasoo kuma qorna dabeedna waa taa lagu baneeyay maxaa ku xigay athaniya athalitha ar-rabi'a al-khamisa saasi isugu xigayana ku qorbu kulay meelaha ku banaan tii koobad uma la qoray atadrib thani laylis ka labaad waxa weeye sil bayna al-aadad wa kitabatihi waxaad isku xidhaal xariiq isugu qalinka isugu marisa tirada oo raqam ku qoran
رقم حسابات يدو قرى عادية وحروفة هل قام هاكو قرن الثانية يا أوه الرئيسة هل كأوضن بيسان اتنين باكو قرن لبدا سائس له حريق سوحد الرابع وهل كأكو قرن تكوحك تا وها هدبا هل كأفرت اللفتي دا حقا دمبا أفرت هل كأكو قرن أيها تكوح الرئيسة الأولى أيها هل كأكو قرن وها كجرتا خانة دا صدحات خانة دا كوبادنا وها كجرة حقا هوسي واحد باكو جرة لبدا سوحد الخامسة با كجرتا خانة دا أفراد الخامسة أيها كجرتا خانة دا مركا شناد وحي كل عيسا تابا نانو وخانة دا صدحات وحي خدول با كجرة وحي كجرتا الثالثة وخانة دا شناد با كجرتا خانة دا لباد ثلاثة كجرة تابنا سايس وحد من نواء يديو تراهان كو قرن حسابهان من نواء يدو حروفهان كو قرن سردون التدريب الثالث إما كانوا حوي لايلس كصدحات سلبين العددين واحد حديث النساء لبضة ترى إسله لبضين حروف في كقرين هل كان واحد كقرن الثاني الخامس الأول الرابع وأكل الثاني كلبض الخامس كسنات الأول ككوبات الرابع كأفراد الثالث كصدحات خاصة واحد كقرن الثالثة ودك تصدحات الخامسة فالسنات الثانية طلبات الأولى تكوبات الرابعة تأفراد سيد السلام دورا نيسا مذكر كيما نذكر اسكحد الأول هي الأولى اسكحد الثاني هي الثانية اسكحد الثالث هي الثالثة اسكحد دورا الرابع هي الرابعة اسكحد دورا الخامس هي الخامسة اسكحد دورا ومؤنث كيما مذكر كيما بار اسكحد دورا نيسا وقوة وفضط وحريق اسكحد التراكيب النحوية والجملة ذا حق النحوية ايو مارتي حقا نحودي التدريب الأول لا يريدك كوبات تبادل السؤال والجواب اسويدار سدو اسويدين يور علين مع زميلك يا صاحبك كما في المثال ست صالان قرن وسؤال يجواب المثال صالح وحيطاء واحد وحول أين الغداء هل كيت على غددي طايتني وحول الغداء على المائدة وها أيت على غددو ميسك عنتضى الفطور بهلكا قرن انت هاي لقبل سويديني اين الفطور هل كي قرعه تالا الفطور في المائدة وحو سارين يهي ميسك عنتضى العشاء بهلكا قرن سؤالي شواب كنسبه اين العشاء عشاء دي هل كي تالا العشاء على المائدة صندوق يسارن تهي السمك بهلكا قرن اين السمك هل كي يالا كلونكو السمك على المائدة وحو سارين يهي ميسك عنتضى الدجاج هل كي يالا الدجاج وهلب كيسي مالك لقاها الله يلا وضوا الدجاج على المائدة ميسك أي سارين هاي الماء بهلك قرن أين الماء به ماء الماء على المائدة ميسارين الفاكهة قدرة ماذا الفاكهة على المائدة ميسك أي سارين هاي القهوة بنكي مي وهلنا أين القهوة بنكي مي القهوة على المائدة ميسك أي سارين هاي الحليب وعانه أين الحليب الكي على عانه الحليب على المائدة ميسك أي سارين التدريب الثاني وهو تدريب كلبات أما لا يسك اللباد تبادل السؤال والجواب مع زميلك يسوي دارسة ويدين يور علين هذه صاحبك كما في المثال ستصالهم قرن المثال التصال وحوي طا واحد أردقيك وضحوري ماذا تأكل في الغداء محاب عنطا وقتك قددة طا يتنوحوري أكل اللحمة هي لبان عنا السمك بالقرن ماكو قرن السمك قام حضر نساء ماذا تأكل في الغداء محاب عنطا قددة أكل السمك كلمون بان عنا الدجاج بهلكا قرن سؤال بالغ سمين يجواب ماذا تأكل في الغداء محال عنتا وقتك قددا أكل السمك كلمون بان عنا السلطة بهلكا قرن ماذا تأكل في الغداء محال عنتا وقتك قددا أكل السلطة السلطة بان عنا الأرز بهلكا قرن الأرز ماذا تأكل في الغداء وقتك قددا محال عنتا أكل الأرز بريس بان عنا الخبز بهلكا قرن روتيديا ماذا تأكل في الغداء وقتك قددا محال عنتا أكل الخبز روتي من عنا الفاكهة بهلكا قرن ماذا تأكل محال عنتا في الغداء وقتك غدا أكل الفاكهة طبعا عنا هل كان روحك قرن هذا أريد أن يراد الدون يسو حاشي ذا انت حق دمركتو أريد أن يكسو كرنسو التدريب الثالث وهو الله يلسك سدحات حول كما في المثال بدل سيدة تصالح قرن أو سيدة مركورة قرن تبح كبدل المثال تصالح يطاع واحد وحيولي
ياكل الطعام انتضوا عنا طيتني وحولي لا تاكل لا تاكل الطعام انتضها عني ومركا كهر اثبات بها كان في بالقلي سيدا اوكل بدل يشرب الحليب وحو عبا عانها لا تشرب الحليب عانها عبد يكنس الغرفة وحو حارا قولك جملة دوية سمسيتا نفي قلي لا تكنس حارين الغرفة قولك حارين يغسل الملابس أدركم ميريا لا تغسل الملابس بركة هم ميرين يشاهد التلفاز وحو ضاواني التيفيقة لا تشاهد التلفاز تيفيقة هضاواني أو لا أمبت قلي النساء يقرأ الصحيفة يقرأ الصحيفة وحو أغريا شريددة لا تقرأ الصحيفة شرددها أخري يضرب الصمك كلون بودونيا هذا نهي قلي لا تطلب السمك كلون هدون التدريب الرابع وهو ليلسك أفراد تبادل السؤال والجواب مع زميلك اسوي دارسدا ويديني ورعلين أدي صاحبك كما في المثالين سدا كقرن لبضان تصالي المثال الأول تسألها كواد وحوي طاء واحد أردي كواد بايلي ماذا تطلب من الطعام محاد دوني ساعة عن طاء طايتني وحولي بعض السمك من فضلك وأضمع تنتهي وحن دوني وحوغا كلون المثال الثاني تسألها لابد حوي ماذا تطلبين قبلها محاد دونيسا من الطعام عنتظى دايتين وحي تري بعض السمك من فضلك وأضمها تنتهي وحن دوني وحوغا أما إن كلون الأرز وحل أورنكرا مرك أرز وقرأ قرن ماذا تطلب من الطعام محاد دونيسا عنتظى أطلب الأرز وحن دوني بريز قبلها دي لقرقية ماذا تطلبين من الطعام محاد دونيسا عنتظى أطلب الأرز وحن دوني أما بعض الأرز وحوغا أرز بريس السلطة باقران ماذا تطلب من الطعام محاد دوني ساعة انتاء أطلب بعض السلطة وحوغا وحن دوني السلطة ماذا تطلبين محاد قولي هاي دوني ساعة من الطعام انتاء أطلب وحن دوني بعض السلطة إن سلطة اللحم باقران ماذا تطلب مركنين لها اللي يوي ماذا تطلب من الطعام محاد دوني ساعة انتاء أطلب بعض اللحم وحوغا هلي ببان دوني ماذا تطلبين من الطعام محاد دونيسا قبلها عن طاقة أطلب بعض اللحم إنه ليبان دونية الدجاج بهالكارك قرن سؤالي جواب لك سمينية ماذا تطلب من الطعام محاد دونيسا عن طاقة أطلب بعض الدجاج إن دقاقة وحقا الدقاقة بان دونية هلي بدقاقة يعني إيان دونية أما حلونا هدى قبرتها ماذا تطلبين من الطعام محاد دونيسا عن طاقة أطلب واحد دونية بعض الدجاج وحقا هلي بدقاقة الأرز بقى قرن هدنا ماذا تطلب من الأرز مركونية هاي من الطعام محاد دوني ساعة انتا أطلب بعض الأرز وحقا واحد دوني بريسة ماذا تطلبين من الطعام محاد دوني ساعة انتا أطلب بعض الأرز وحقا بريسة بان دوني أسرى طبعاتنا كغروائن تين لك ماذا تطلب من الطعام محاد دوني ساعة انتا أطلب واحد دوني بعض السلطة وحقا سلطة ماذا تطلبين محاد دوني ساعة قولي هاي من الطعام يا انتا أطلب واحد دوني بعض السلطة وحقا سلطة اللحم وأنت لك ماذا تطلب ماذا تطلبين ماذا تطلبين محاد دوني ساعة قبري هاي قيبت الفصوات دمركي مركروين صدرها عيني ماذا تطلب تطلبين من اللحم من الطعام محاد دوني ساعة انتا أطلب بعض اللحم وحقا هلي ببان دوني ماذا تطلبين قبري هاي محاد دوني ساعة ومن الطعام انتا أطلب بعض الدجاج وحقا هلي بدقاء ببان دوني هذا ملخص التراكيب تراكيبتي الله سو أوروري لغا سو أوروري انتي مهم كأهي الله سو كوبي قيبتك وضوح ويهي آكل اللحمة هلبان عنا آكل السمك كلون كان عنا آكل الدجاج وحن عنا الدجاج آكل السلطة وحن عنا سلطة آكل الأرز بريسك أيان عنا قيبت الله وضوح ويهي يأكل الطعام انتدى أي عباه يشرب الحليب عانه عباه يكنس الغرفة وحو حارة قولك يغسل الملابس دركم ميرا يشاهدوا حضا وضا التلفاز تي فيغا بيت الزحاد نحوي أين القضاء هل كي تهلا قضاء أين الفطور قراء دي هل كي تهلا أين العشاء هل كي عشاء دي تهلا أين الفاكهة هل كي قدرة دي تهلا أين القهوة هل كي بنكي يالا قيب تفراد نحوي لا تأكل الطعام انتهى عنين لا تشرب الحليب عانها حعب لا تكرس الغرفة قولك حاري لا تغسل الملابس دركها ميري لا تشاهد التلفاز تي فيغا هداون قيب تسامة نحوي الغداء وتوابتي طاهرة الغداء على المائدة قدد واحد تهلا ميسك عنتي دوشيسة الفطور على المائدة واحد تهلا قراعض ميسك دوشيسة العشاء على المائدة
عشان واحد تعالى ميسك دشيسة ميسك عنطية دول تعالى الفاكهة على المائدة خضرة دي واحد دول تعالى ميسك عنطية القهوة تبونك واحد دول سارين هاي على على المائدة ميسك عنطية قمت له هذا حوي ماذا تأكله في الفطور محاض عنطا قراعدي ماذا تأكل في الغداء محاض وقتك قد عنطا ماذا تأكل في العشاء وقتك عشاء عشاد محاض عنطا تضوى حوي ماذا تطلب محاض دونيسا ومن الطعام عنطا ماذا تطلب من الشراب محاض دونيسا وحل عباء ماذا تطلب من الفاكهة محاض دونيسا خطرة ماذا تطلب من الأثاث محاض دونيسا صابانة سيدة كراسي ميساس كي يحل لمدك وامرك النيهي مركو قوليها احنا ماذا تطلبين من الطعام محاد دونيسا عنطا ماذا تطلبين من الشراب محاد دونيسا وحل عباء ماذا تطلبين من الفاكهة محاد دونيسا خضرة العنا ماذا تطلبين من الأثاث سابانك أدونيسا ومحاي ألابت قولي قال أريقو قيبت سيديادو حوية بعض السمك بعض الأرز بعض السلطة بعض الشاي بعض القهوة من فضلك انت حررنا يا وحن دونيا وحقا خلونا وحقا بريسة وحقا سلطة وحقها الشاهية وحقها بنا من فضلك واد مهاتنده الأصوات وفهم المسموع إما كان هو عدد لديجيسين أيو إيا وحي لديجيسين لفهمه أولا قف الشيخ التدريب وهو التدريب الأول وليلسك الكوبات استمع واعي لديجيس أو كعري قيس وان المقعي قاسم وان المقعي قليل ووحير برتقال للمعان قهوة نوا بنك وقاف أي هل كان قرن يعني حروف وقاف كتشرو كلمة وقاف كتشرو أيام مركز القرية التدريب الثاني كدرة كدرة وحو يمرك بيه علوغا نقضان لوبا يسو كتشران إيو بيو كتحن وارفات كالو وي ميسين وي وحل ميسو كلمه الله ضلي كل عن قدر وكرا أود بو يشي قدحن وقلان كبيه لغو عبو أما كرحا قالوا وحي لهدين قلما عده اسك قري قل وحا ترى هذا اكبر ومدوين ركاب وحا ويان كورها برتا كوتالا وننك فرسك فوليا كسي تشوكسدو مركو فرسك فوليا ركاب على هذا نكير نوا لو معنى بولي شيء ان لغرني وحضروا نقضى نكير وح ادك او دبادن تكدير وحا ويان وحا الله دوقيو دوقيو لعلويو اكتنى وي و مخا غبشدا ميل لو غبدو اقبر يعني حبال بو قدي ويان رقاب و لقومها يا قورها نقير وحا وي لفته دبركا لفته تبرته دبركيده غودك ير اي هلك دبركا اي كغا تاله اربد عارد لبا نقير با ليلاده تقدير و وخ لا قياسو لا قرشيهو او لا قياسو يقتنا و كيديو وخ لا كيد لو دغو حكنا و خوقي وي بركه و فريستاي سلكه و مري marku wado mar oo kale mushrik waa qof gaar ah ee tan falakun waa wareeg wixii wareegsan gaar ahaan falak waxa loo isticmaalaa wareega iyo wadooyinka samada haqa yaani waa wax sugnaday baraq uu hilaacay iyo salaq uu kariyay wixii biyo lagu kariyay laa masluq salaq biyo ku kariyay ee mushriqun wuu iftiimaya iyo falakun oo waa bariga يعني صباح يعني أرود صباح دي التدريب الثالث وحوالي اسك صدحات استمع واعي دغيسو كعلي قل وحت الى هذا آيات القرآن ويان قل وحت الى أعود وان مغان قري له برب الفلق الله له يا أبوري صباح دي هي أرورتي من شر ما خلق وحي أبوري إلهي أومي أومي أوردن xumaantii san ka magan gareede oo mishar qasiqin waxaan ka magan gareede kamadoobaada waa habeenkii ah ama dayax marku dhaco labadaba waa lagu sharxay idaa waqaba marku dhaco wa mishar nafasat an nafasat wa mishar nafasat ku wax afufa ee ku afufa luqadi guntamo harik la guntabe ku afufan waa sixirka ku wax sixira waa nafhum bila riix bala riiq bala وأفوف عن عنروف للراعين أيال إلى نفسك وحبا أفوفيا أو ميرق أي جنتين بوحقو أفوفيا وأقوى سحرضا قال وحأويد فالحق إلهي بايدي حق مني حق يكيم أما فالحق قسمي حق يرمتا لارتيدا والحق أقول حق أن قهض ليا وإبراهيم نبي إبراهيم إذا قال مركو لقومي كوري
اعبد الله إلهي عابده واتقوه كبقى يعني إريادة أولاً كل والبقاف با كو قرن إيادو خب عسنا لغو قريو وهذه الشيء حروفتي بكو سعودة قاف والقرآن إبان كل دارت القرآن كالمجيد الشرفت بضن القارع ما القارع وقيامه هي ما هكو قيسي قارع دو حيتهي فحق علينا وحن نقصنا نقرهم وبيبيل هذين قول ربنا هذا الكي إلهي إنا لذائقون وان رضمين نبينا عذاب كهر ماركي والعياذ بالله من النار. ثانيا فهم المسموع وحي لديجيستي إلا مقلي وحي لا مقلي إلا فهم ولا قرطو. التدريب الأول تدريب هو روح وي استمع ثم ضع الرقم في المربع المناسب لقيسة عتلدة دلنا وحي أذكر فهمتي مربع أفرقيس لها كوها بون وها صارتها نمبر كقر. التدريب الثاني استمع خرت دقيسو ثم ضع دق أو كقر الرقم النمبر كا في المربع المناسب مركا كاسو وكحولي انت بدن مركا عتلة دي حال دقيسو معناها وتلمام ايو آدم قشو. التدريب الثالث كان نوحا ويهي والله يسكى صدحات استمع دقيسو إلي سؤال سؤال دقيسو ثم ضع الرقم تبدن النمبر كقر في المربع المناسب مربع كوها بون أما أفرقيس لها لبتشبارنا. التدريب الرابع استمع إلى الجملة جملة دقيسو جملة لا الشيقية الأخرية هل كان كما قرنا دقيسو عشرة دقيسو ثم ضع واحد علامة الصح علامة الصح واحد صارتها في المربع المناسب لبتشبارناها يعني كوها بون صار الكلامي مكان هو هذا الكيب. التدريب الأول وحوية مركا تدريبك أما ليلسك كوبات تبادل الحوار مع زميلك اسوي دارسة وضع الشاكيسي هذه صاحبك كما في المثال ستصالان قرن المثال تسالي حوي طا واحد أرديك وذحري ماذا تأكل في الغداء حلي غداء محاض عنطا طا اثنين أردقي لباد بايري أكل اللحمة هي لبان عنا طا واحد بهد نيري وماذا تشرب ومحاض عبتا غداء وحي شرابة طا اثنين وحوري أشرب الشاي شاه بان عبا غداء مرحبا حين نقرن الغداء اللحم والشاي ريضا سين استعماله إما كان الفطور يا الدجاج يا القهوة أنت ساق فوقرن لما أنك سمحت هذا ماذا تأكل في الفطور ها غراض عنطا أكل الدجاج وحن عباء وحن عناد هلبك الدجاجة وماذا تشرب محال عبتا غراضي أشرب القهوة بمبان عباء هل كان العشابة فوقر السلطة الحليب دابا نوح يقول ماذا تأكل في العشاء حلق عشاء محال عنطا بالعنية أكل السلطة السلطة بالعنا يا خضرت دبنا وماذا تشرب ومحال عبتها أشرب الحليب عانا عباه وعشدي الغداء السمك الماء بالكان قرن ماذا تأكل في الغداء غداء محال عنطاه أكل السمك كلهم بانعنا وماذا تشرب محال عبتها أشرب الماء بيان عباه هل كان ألف دور باقرن الدجاج الشاي ماذا تأكل محال عنطاه في فطور قراعدي أكل دجاج هلبك وحن عنا دجاجة وماذا تشرب محل عبتها أشرب الشاي وحن عبا شاه وحن الله بدين التدريب كان أنا أردت أن بدن أي ما أرقتي كتب وبرتان. التدريب الثالث كسد حاضو حوي لا ليس كسد حاض تبادل الحوار مع زميلك هذا صاحب كاو ولا شيء كيستا ويسوي دار سدا كما في المثال مثال المثال وحوي طا واحد بالي ماذا تطلب محل دون إسام دايت نحو بعض السمك من فضلك وحقها وحن دوني إن كلونا واد ما هتنتهي طا واحد باي هذا هو السمك وكن كلونكي دايت نبالي شكرا واد ما هتنتهي مركو صور يجيبو سايد هدنا الفاكهة أيام مركا لغا سمينيا ماذا تطلب محاد دوني سا أيودي وصورنا يا بعض الفاكهة من فضلك وحن دوني إن خطرات هذه الفاكهة واتن خطراتي رسولنا شكرا واد ما هتنتهي القهوة رسولنا ماذا تطلب محاد دوني سا أطلب بعض القهوة وحن دوني وحقاق بنة هذا هو هذا هي القهوة واتن بنكي رسولنا يا فضل شكرا واد ما هتنتهي الماء ماذا تطلب أطلب بعض الماء وحقاق بيان دوني هذا هو الماء وكن به بدبان أرنية رسولنا شكرا واد ما هتنتهي الشاي ماذا تطلب هذا ماذا حادوني سأل صورنا يا
بعض الشاي وحوضه وحنو بحرهاي شاها من فضلك واض ما تنتهي هذا هو الشاي وكان شاهي بدورنيا وصوني شكرا ساس أصمينيا التدريب الثالث تبادل الحوار مع زميلك يسوي إذا سنة وضع الشاكيسي ألي صاحبك كما في المثالين صلوات صلاك وقرن مثال واحد صلاك وضع حوي طاو واحد أرديك وأدبايري هل تشرب الشاي شاها مع عبيسا طايت نبال الله مع عبيه وفضله وحنضور بدايا وأن شاء الله هنا نعبه القهوة بن طاو واحد بهدريري هل تأكل اللحمة هلب معونسة أما هلب مدونسة طاي تنين بالي لا أفضل السمك وحنضور بدي إن شاء الله هاي كلون كائن عنه مركا أرجعنا معه قرن أرز يخبز بالباص إريبا قرن أنت هذا بدنا كسمه تبدنا حضرنا إذا هل تأكل أرزا معونسة بريس فصورنا يا لا أفضل وحنضور بدي خبزا روتيدا حليب يا ما بقرن هل تشرب حليبا مع بيسا هل تشرب الحليب عانى مع بيسا سنة لا أفضل الماء بيها نضور بداية عنب بيها تمر مباقر هل تأكل التمر معونة سنة تمرتا سنة لا أفضل العنب هل تأكل العنب عنب معونة سنة لا أفضل التمر وحنضور بداية أن تعلينا نعونة تمرتا هل كان ماء يقهوة مباقر هل تشرب الماء بيها مع بيسا سنة لا أفضل القهوة وحنضور بداية نعبه بونك التدريب الرابع وهو ليلسك افراد تبادل السؤال والجواب مع زملائك اسوي دارسدا ويدين يور علين ادي صاحبدا تا واحد وحو اورنيا اردي كوبد اكل اللحمه هلب كان عنيا تاتين بون اكل الدجاج انا وحن عنيا ديغاغا اكل اللحمه هلب كان عنيا ما لا تاكل وسدا هلب انا اوغ عنيا ادم حد عنيسا وسونيا تاتين اكل الدجاج ماذا تاكل أنا الدجاج بان عنا يا محاد أذوق عنا يسا مركه وأرضي نور أي مكه هو الزملاء هو سؤاله ويربطن كران تبعنا هل كان روح لنا مركه تاسع لم تهاي أكل أرز وحن عنا يا بريزي ماذا تأكل محاد عنا يسا مرسولنا يا أكل خبزة وحن عنا يا روتي ماذا تأكل أذوق محاد عنا يسا مركه بديهين متكلوا ويديني صورنا أكل دجاج دجاج بان عنا يا ماذا تأكل أذوق محاد عنا يسا صورنا أكل السمك وحن عنا يا كلون صور ما وما أكل السمك أيان عنا يا كلون ماذا تأكل أضم حاضر نساء وصرنا أكل السلطة وحن عنا يا سلر ماذا تأكل أضم حاضر نساء أكل الفاكهة وحن عنا يا خطرة ماذا تأكل أضم حاضر نساء العنب وحن عنا يا عنب ماذا تأكل أضم حاضر نساء أكل التمر مرك أرضي بدينهين يعني مدول بيو حضور بدأ كوا ودونيو التدريب الخامس وحوي تدريبك أما ليلسك شنادو حوية تبادل الحوار مع زميلك أدي صاحبك أردك صاحبك يا اسوي درسل سؤالها وضع الشاكيسك حوارك كما في المثال المثال وحوية تصاله تا واحد بقى أين الغداء هركي تعالى غداء دي تا تنوحو الغداء على المائدة وحي سارنت هاي ميسك عنتضة دا واحد بقى لي أنا جوعان جدا أدبا نقا تشيسان هاي تا تنين بقى لي لدينا ضيوف وحاكتين تشوغة مرتي دا واحد بعد من وايو دا وحا اتنين بايري والدي ووالدتي وابهي يهويدي مركا القضاء يو والدي يو والدتي باي نو قرن تاسينو كسمين اريادا هلكنا الفضور يا اخي اختي باكو قرن مركا انتا لك بالغو سعولنا يالونا اين القضاء هلكي قضاء دي تالا اين الفضور هلكي قراء دي تالا الفضور على المائدة ميسك عنتدي دول سارنتا قراء دو سونا انا جوعان جدا ادبانو قاتشيسان هاي مرسونا لدينا ضيوف مرتبة إنه تشوك تا أين وحنا لعنته مرسونا من وأيو مرتداسي وحد بدنا مري أخي يا أختي وولالك يا ولا شيء العشاء عمي عم تبا خنا أنا أقرن وحنا أين العشاء ركي عشاء دي تالا وحنا العشاء على المائدة عشاء دي ميسك عمتي سارنت هاي مرسونا أنا جوعان جدا أدبانو قاتشيسان هاي مرسونا لدينا ضيوف أرديبا مرتبة إنه تشوك تا إن أكتين تشوك تا إنه تشوك تا من بدنا وأيو مرسونا يا عمي و عمتي عمي وعمتي وأذيرك يددي هذا الغداء باقرن صورنا أين الغداء هل كي تهلا غددي صور الغداء على المائدة ميسك عنتي دول صارن هاي وحنا أنا جوعان جدا أتبانو قاتشيسن هاي رسولنا لدينا ضيوف مرتبة إنه تشوكتا صورنا من وأيو رسولنا جدي وجدتي وأوجي يأييدي ساسو دبنا أوسمانيا التدريب السادس وهو يلا يلسك اللي حاد أجب عن الأسئلة الآتية تالية بعد كده شو سؤالها صوص عضة
عن الأسئلة التالية سؤالها صوص نقص صوص كم وجبة تأكل في اليوم إم سقور عيال عنط عنطة وجبة إم سق عنط حل عنط وصورنا أكل ثلاثة وجبات من عنا ماذا تأكل في الغداء محاد غداء عنطة صورنا أكل اللحم والدجاج والفاكهة أكل أيام عنا ماذا تأكل في الفطور محاد عض قرعدي وحورن كرا أكل الخبز أيام عنا واللحم هذي بوكر ماذا تأكل في العشاء محاد عنطة أكل الفاكهة والسلطة سلطة أيام عنا ما وزنك ستين كيلا أوكلا ماذا تفضل من الشراب محاط عيشة هاي أما أدور بالداء هنا لعبته يعني بصور أنكرا أفضل الحليب ماذا تفضل من الفاكهة أفضل البرتقال أوكلا وهنا عنا محي لين معان توكلا هل تشرب الشاي نعم أشرب الشاي شاهوان عبا هل أنت جوعان ميت قاشسنت هاي نعم أنا جوعان بورن كرا لا أنا ولا قلت جوابك را هل أنت سمين واحد يقف حوق بدن وهيل بدن وقولنا كرا نعم أنا سمين أما نعم أما لا أنا نحيف واندو بنا القراءة والكتابة يمكن أروح وياي آخر سيا قرار أيلا سمين يا التدريب الأول وحوي تدريب كوباد سل بين الجملة والصورة المناسبة وحاسكو حدا جملة هل كاكو قرن يصور كوها بونس كقر الفاكهة على المائدة وحي سارنت خضرة دي ميس عنتضة جيم كهل كوي قالوا أي أمرك تلمام أي معناها طاهر يشرب عصير العنب طاهر روح عبا عصيرك أما شرابك لقيت وشي عنبك دال كل كقرية نكاسي آيات تلمام أي آيات تلمام أي الضيوف في غرفة الجلوس أي شوغان هل هذا كقرنت هاي آيات المامة تصور كاسات المامة يا زينب تأكل السمك زينب واحد عونس السمك واحد المامة يا صور كبعض كقرنت هاي قاسم سمين جدا قاسم نك الله إلى هذا وان آد وحوق بدن أو بورا مركا قاسم وكذلك هل كسوين سوي دارني كذلك هو قاسم كشراب كعبيا وان بركوجا وممكن لهين طاهر يشرب عصير العنب وكان نبر وكقرن ألف كان آد كأبورا قاسم سمين جدا آد بوبورين ودالك سور كاسام موشنن التدريب الثاني سلبينا السؤال والجواب واحد يمكن يسوق يساء أضحى يساء حريق سوق حدا سؤال شيء جوابته أين القهوة هل كي ويالا بنكو دالك إيك القهوة على المائدة وتال جوابتي قهوة حسارية هاي ميسك عنطية دوشيسة كم وجبة تأكل في اليوم إما سحلي أما إما سوقتي أيادو عنطة مالنتي مركا بعض إيك أكل ثلاثة وجبات صدح حلي أما صدح عنطة وصدح وقتك الأبا المحونا هل تشرب الحليب مع بتاع عانها لا أيالك مركا كقرن أو ألفك وفضل الشاي أنوح ندور بداية أما ندور بداية إن شاء الله هيا نعبو شاها عانها شاها نكتش عليها يعني ماذا تأكل في الفطور محاض عنطها وقتك قراعة واحد جيم كأك أكل السمكة والسلطة واحد عناها كلون إيو إيا خضرة السلر كيوحا التدريب الثاني التدريب الثالث والله إليس كصدحات اقرأ الفقرة انت استحرم فقرة ليلة انت أغري ثم أجب عن الأسئلة مركة الأخرى سؤالا لقاو الدين إياي سؤالها كالجواب زينب تأكل واحد عنطها في الفطور وقتها زينب صميرة وقبل حوق بدن وهيل بدن ميزانوين جدا آد بأبورانتها تأكل واحد عنطها ثلاثة وجبات صدح قربة واحد عنطها في اليوم مالنتي زينب تأكل واحد عنطها في الفطور قراعة السمك اللون بي عنطها وتشرب القهوة بنوي عبتها وتأكل في الغداء غداء اللحمة هيل بي عنطها وتشرب الشاي شاه نوي عبتها وتأكل في العشاء عشاء واحد عنطها الدجاج هيلبك الدجاجة وتشرب الحليب عانا نوي عبتها وزن الزينب ميزان كده كل كواحة ويهي 100 كيل بقول كيلو جرام أي قاعدي علي سكيد حضبا سؤالها بلاك هل زينب النحيفة زينب من النحيفة لا هي ثمينة وقف بورا كم وجبة تأكل في اليوم إما سوقت وعنتها تأكل ثلاثة وجبات صدح قربة وعنتها ماذا تأكل وتشرب في الفطور محايا عنتها ويعبتها قراعدي زينب مركا واحد قراعدي عنتها
السمك وتشرب وحاول تأكل السمك وتشرب القهوة كلنا عن طب بنا وعبتها ما وزن ماذا تأكل في العشاء ماذا تأكل وتشرب في الغداء محي غداء عن طب أي سؤال هذا ما رأيت هاي وحيدنا وعي تأكل اللحمة وتشرب الشاي هل بيع تأكل في الغداء اللحمة وتشرب الشاي هل بيع عن طب شهن ويعبتها ماذا تأكل وتشرب في العشاء عشاء في العشاء وقت العشاء ما هي عن طاي عبتها وحضرنا أمريكا تأكل وهي عن في العشاء الدجاج هلبك كلون دجاجة وتشرب الحليب عن نوع عبتها ما وزن زينب ومسمى ميزان كيلو وزن زينب 100 كيل وبقول كيلو عريس كيل التدريب الرابع اقرأ الفقرة إما كنا أقرأ أنت جوسن كا أما أنت نسكو حرم تدعى عير آخري ثم أجب عن الأسئلة سؤالها أنك تجوب قاسم يأكل ثلاثة وجبات صدح قرب عنانك قاسم في اليوم ما أنتي الفطور والغداء والعشاء صدح ذا حلي يقرا قراءة يقرأ ذا يعشى ذو عنا سالم يأكل وجبة واحدة في اليوم سالم مرقل وحنا الغداء عنتدى وحوح عنا وقد ذا وقت كروح معنا قاسم يأكل في الغداء وحنا قاسم قد ذا اللحمة هلب والدجاجة يهلبك دجاجة والسمك هلبك هلبك كلونك والأرز اللحم واكل القسم أنت بطن حوره هلبك عسل إلى هذا اللحم الأحمر والخبز روتين وعنا والسالم وسالمنا يأكل وحنا في الغداء السمك كلون والسلطة إيه خضرة السلطة كه إيه ما رأيت السلطة إيه حس كتيرة والفاكهة إيه فاكهة وخضرة السلطة موز كه يلي أنت إيه بالمعان تيو إيه ما رأيت عم بها يروح لمدك قاسم يشرب الماء قاسم بيو عبا سالم يشرب الشاي سالمنا الشهب عبا بقول كم وجبة يأكل قاسم إمسى قرب وحنا يأكل ثلاثة وجبات صدح اللب وحنا كم وجبة يأكل سالم يأكل وجبة واحدة هل مربوح عنا ماذا يأكل قاسم في الغداء محو عنا قاسم غداء يأكل اللحمة والدجاجة والسمك والأرز والخبز أي عنا إيه أنت بوع عنا ماذا يأكل سالم في الغداء سالم محو غداء عنا يأكل في الغداء السمك والسلطة والفاكهة وحو عنا كلون إيه سلط إيه فاكهة خضرة ماذا يشرب قاسم قاسم محو عباء يشرب الماء بيها أي عبا ماذا يأكل يشرب سالم 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 هو عبا يشرب أشايا سالم سوق شاهب عبا ثاني الكتاباته إما كان قيب طلبات وحويان وقرال كي العرض ألف قيب تكوبات صوبانيك وحلقور يا كافي يلا مينوم انت أصال لبرنا يا لغو في غريا دبا ديدنا مرنا وحو كتيرا مدوى لبابلوغا يدحد يا حق دمسيد عادة دهي كثير وحفر بضان كافو حقارو كتيرا تأكل وعونيسا أم بعض عنايسا لحدو كتيرة سمك واكلون ووطن بيا كافكي لحم لامك ووهريا هلبكي حليب عانها لحدو كتيرة يأكلوا عنايا وحو كتيرة لحدا حق دمو لام كتيرة ممكن واكل نوم وهردو يوزنك ميزانك يجوعان ومره ووهريا مره لحدو كتيرة مره ووطن بيا التدريب الأول هذا ليلك الكوبات مر بقلمك قلن كاك واحد طول مريسا أو طول فيغرتا على الحرف حرف قدل قر كافكا يلامكا waxa ku qoran kaaf iyo laam iyo nuun mid walba ku dul feega xarafka lagu qoray sifarta u fadhiisato atadribi thani laaliska labaad insakh qor kaaf iyo laam iyo nuun saani u qor imi waxa ku dul feegaaysa ma jiray meelaha banaanka ku qor atadribi thalith waa laaliska saddexaad murabbi qalamik qalinkaaga mari oo dul mari cal kalimada kalimada ku dul feega kafir iyo taakul iyo lahmun iyo wazn iyo nawm mid walba waxa ku qoran kalimadii kalimada ku dul qor oo la raac kalimada sa loo qoray هذا التدريب الرابع انسخ اضوق قر امك وكثير يتاكل يا لحم يا وزن يا نوم با قرنه اسكا او قر ميلها بنان بوخ العرض با قيبتي لبا سو بندق قرالك وا فا يا قاف يا ميم با لبرنيا قرالك ودا مركا فرن وحويه ومشينكا موفد اي عنتو لو كريو فادي بلا بي كجيرتا تفعل وا سمينسا دخل كجيرتا نحيف وفدود يهي ودوبن يها قف دوبن وها كجيرتا مخاي حق دمفاد قهوة وبنكي حق رقاف كتيرة سلاسة الله قرى قابولي نقرأ ونقرأ نحن كتيرة قاب كرولي أطباق وصحون تيا ودم يقاب الله قرى دمبولي من يعني قفا وكما ومين نونك ميمك بلا وقرع سمك
كلون كده حضو ميمك كشرة لحم لين ميمك وطن بيا صدق هذا قيود الله كلا قربا ولا موتنيا التدريب الأول وحوي ليلك كوبات مر بقلمك على الحرف حرف مري أو حرف كود القر كود الفجار إمك ما قرن فأي قاف يمين هذا التدريب الثاني إن سخو حب قرطها كارو قرأ إمك فأي قاف يمين باكو قرن ماله لو قري ولا بني مركرو ولا كود الفجار إمك تمان قارب الله قريه إسكاب بقفك إيشي قري التدريب الثالث مر بقلمك قلم هذا دول مري كود الفجار على الكلمة مركرو حرف بهاي إمك هو كلمة قاف يكشر ما يسكرم ومعيتها فرن يتفعل يقهوة يقرأ أنت ها كود الفجار إريدا كوضا تنبية ومد وصدح أه كلمة اللي قد الفيقار التدريب الرابع انسخ قر إمك ماشا بنان كقر كود الفيقار ما يسيدي الوحدة السادسة وحنا مكان قادنا هنا قيبتي اللحاد أما شبتر اللحاد الصلاة وانك قهل لنا قيبتن صلاة العرض واصوبا نجي الحوار الأول وحوية واشي كيسيقة أهرية لغوشي كيسان ايو صلاة دي أهربيه ده انظر ايك واستمع دقيسو واعدك علي تربية با مركا كترتا ديني اه او مركا سدوح يابا فايدة لي اي لغو سوى قاضية مصطفى وحوري اين تصلي صلوات اين تصلي صلوات الخمسة هل قد قدتك تا صلاة حشنتا قصي باير اصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء افرتا وحن قدتك ذا في مسجد بلال مساك بلال الله يلاحظو مصطفى وحوري اين تصلي الفجر صلاة الصباح قد قدتك تا قولك قصين وحول أصلي الفجر في البيت صلاة الصبح قريقا قلت كذا مصطفى علي لماذا تصلي الفجر في البيت ومحا صلاة الصبح قلت كنسا قريقا قصين وحول لا أسمع الآذان آذانك صلاة ما مغلو مصطفى وحول هل تستيقظ متأخرا مقوار ضمبات توسطاء آذانك لما هذي قصين وحول نعمها بعد صلاة الفجر مركز صلاة الصبح لدو كذا كذبان توسطاء مصطفى وحول استيقظ مبكرا وقت هرى توسطي وآذانك مغلي كرتو قصي وحول لا أستطيع مكري كرو أنا قرر توسو أعمله في الليل هبين كمان شقية أو قرر دمان دبعنا سيحدا دبعنا ما توسي كرو مصطفى وحول ضع المنبه بجانبك ساعدا كوب وحسو وح كبرارو تشية ساعدا كراعدا أوكالي إيو وح كتوسي وسا موابل كو حانم خلقود دوب أوكالي منبه وساعد يوكالي أو كتوسي لنا عاق لقبول أكتاد لقبول بجانبك أكتاد لنا عاق قصي وحول هذه فكرة طيبة تاسوا تلو ناقصن عقل في عن ويان فكرت في عن بعض كانتي جزاك الله خيرا إلهي وناك حقوق أبا المريء وحوانا سمع دي شاكتين الحوار الثاني وحوه وضع شاكيسي قال لبعض انظر واستمع واعد ايك هرطة ودقي سوء كسو علي وعجرد لقى دقيستا يتيفي لقى داوضة انتو بو ويشرا برنامج كان ليسان سومرني كايك تيفي تيفيقا وهذا هذانا كذا وكذا جيزة عشرة ديا شريط كان تبدأ نكسر عليه أظن آخر صالح بعير السلام عليكم نبي تقول دوشي نهاد عسام بعير وعليكم السلام يديك نبي تقول دوشي نهاد عسام بعير أنا مسافر إلى مكة مكة أصفر يا أصعد عليا إلى أين أنت مسافر أنا حق أصعد صفر طاي وتكون جيدي طاي أما أصعد عليا صالح بعير أنا مسافر للمدينة أنا مدينة تجية والله إنه مسافر أصور سنية صالح بعير لماذا أنت مسافر إلى مكة هذا هو من كوغو صفرتي أما هذا هو صعود على شيء يتكدو لسان عسان بحر لي صلاة في المسجد الحرام وحنوغو صعود علي إنا مساعد كشرفت بضن كسو تكدو صلاة فضلك بضن عسان بالي ولماذا أنت مسافر للمدينة أذونا محاد مدينة أغو صفرتي يا أذوا مبحضي سالح لي صلاة في المسجد النبوي وحنوغو صفري إنا مساعد كنبو كسو تكدو سالح بالي أين تصلي الجمعة الجمعة رجال جمعة كنتو كتا عسان بالي في المسجد الحرام بان كنتو كدا أما أن كنتو كنية جمعة إن شاء الله هدي علينا عسام بعير وأين تصلي الجمعة؟ أذن هل قد كنت كنا صلاة الجمعة؟ سالح في المسجد النبوي وعن كنت كنا دون مساجد النبي؟ إن شاء الله هذه الله يلا. تلاقينا الحوار الثالث حوار كسد حدو حوي. يسوون كن صوص على. انظر أك واستمع لجيسو واعدك علي. صادق وعلي هذا أذان العصر وحابح يسقدي سانو مغلينا وأذان كعصرك. سابر بعير هيا بنا إن كان هضبة إلى المسجد مساجد إن كان. صادق وعلي أنا أصلي في البيت. أنا قرية كنت كنية سابر بعد صلي في المسجد مساجد كنت كقرية كنت كنية سادق بعد المسجد بعيد مساجد كوه فوقي هاي سابر بعد المسجد قريب والمساجد كوه ويه ما فوقه سابر بعد هل أنت مريض هذا مئات بقطع ما قال لي مساجد كوه فوقي هاي مئات بقطع سادق بعد لا ما بقو أنا بخير وأنا أكسنهاي سابر بعد أنت كسلان
وحتها قف وهسي بدن ودوهسي بدن تهاي صادق بايه هذا صحيح كاسي وارن وارن تهوان وهسي بدن هاي آسف وان كحوم هاي إن وهسي بدن هاي سابر أنا ذاهب للمسجد أنا مساعد كأيان أنا قلت لي صادق بايه انتظر يسوق أنا ذاهب معك أنا وان قراعي هاي حد بيسوق المفردات وهكذا سوق هذا هنا أريده كتله العرض واصوبني انظر ايه واستمع لك سوى عدك علي محاي انه بجرة هل كان صلاته بقى لصور لي ومحال ايدي الفجر الظهر العصر المغرب العشاء مكة مقالة مكة المسجد الحرام المدينة المسجد النبوي الاذان يسمع الصلاة يستطيع يعمل الليل يضع منبه ينتظر وسوق ياوي صلاة الجمعة وهل كان قرن قريب يبعيد مريض وقفك بك كسلان قفك وهسك بدن عاجزك بدن ذاهب وتجيء أريد أصور مواقف إنه وصار وري حوارات كان سوق هذاني التدريب الأول حتى بالليل سك كوبات وحليها ألف رتب سكوها جاتي الصلوات الخمسة شنطة صلاوات بوضع الأرقام هذه كقرية نمبر هذا كو لابا صدح أفر شن في المربعات مركز iskuwarad halka ku qoran marka qorayso ay ku jiraan ku qor marka salaatul fajr waxa lagu qoraya number 1 baa lagu qoraya salaatul dhuhrna number 2 ila maalinta ay ka bilaabmaysa salaada asr kana number 3 salaada maghrib kana raqam 4 salaada isha kana raqam 5 ayaa lagu qoraya qul as-salawaatul khamsa murattabatan وهاد كله وقضاء ثلاثة عشان تايقو ترتيب سن واحد هذا الفجر الظهر العصر المغرب العشاء سايسود بقلي يضع او انا صفر مرينين يسكوها بيس التدريب امك الثاني والليلس كاللباد ضع واحد اكتا علامة غلط علامة غلط كاه سار على الكلمة الغريبة كلمة دي نقوع صبين ينهر او صارك واحد ظهر عصر عشاء مريض او كلي ما ينصو أرك آسف وانقحهم هاي هروا ما ينصو مرين يسمع ويستطيع أوكري ما ينصو مرين يعمل عشاء شاين غداء فطور سوريا مصر تركيا مكة طالب كسلان أوكري ما ينصو أرك طبيب مدرس كسلان قفكو عاجز كي وهسي كبضن مدرس طبيب مدرس سلطة دجاج لحم سمك مركا أريضا كوا اينان هراء وارك ايضو حد قليل نيسان علامات قلبك التدريب الثالث سل بين الكلمة والصورة المناسبة واحد اسكوها قاتي سان كلمة ايو سور كيدا اسكوها قاتي حريري وحريق اسوحر مريض اوكالي ايه الحر نمبر كصدحات ايه تلماما ايه قف بك بعيد كأفراد بات الماما يا كادر راجدي باسكيل كفوشن ويا حق هرتشوا كسلام نمبر كو كاتيفة أيه كوه سنة أيه أو دال بدن أو معاكس بدن قريب كاسارن سكون در راجدة دال كو قريه هاي بقى تبى نسا يسقو جيب ليه هاي والله أعلم بالسواء وبالله توفيقي